السلام عليكم، أنا سعيد يوسف المزروعي في الصف السادس ابتدائي. لقد عشنا تجربة جديدة ومميزة في التعلم عن بعد مع معلمتنا سهير معلمة التربية الإسلامية، فقد اتبعت معنا تقنيات متنوعة بطرق سهلة ومفصلة مثل البث المباشر ذو الفائدة المحددة والعرض التقديمي المشمول بالمهارات الجديدة. شكرا معلمتي سهير، شكرا مدرسة إجنايت.